في كلمات في الانجليش بتتكتب زي ما هي بالظبط، بس بيبقى ليها نطقين مختلفين، ولما بيبقى ليها نطقين مختلفين بيبقى ليها معنيين او كذا معنى مختلف. تعال النهارده نتعرف على اشهر 10 كلمات في الانجليش بيتكتبوا زي ما هم بالظبط، نفس الحروف لكن بيبقى ليهم نطق مختلف، وبالتالي بيبقى ليهم معنى مختلف. زي ما اتفقنا مع بعض، الكلمات اللي احنا هنبص عليها النهارده هتبقى same spelling بس different pronunciation and different meaning. خلينا نبتدي مع بعض مع اشهرهم. number one close في الانجليش close the door، لما بنطق الاس زد close يعني في الباب، لكن لو نطقت الاس اس زي ما هي بتبقى صفة بمعنى قريب. مثلا احنا اصدقاء مقربين، we are close friends، يبقى عندي close و close نطق مختلف بمعنى مختلف لكن نفس السبيلينج. live و live، live فعل بمعنى يعيش، I live in Cairo، انا عايش في القاهرة، لكن live بمعنى بث مباشر او حاجة فيها مباشر، يعني مثلا ايه، there is a live music in the restaurant، there is a live music in the restaurant، يعني في موسيقى حية او يعني محدش مسجلها ولا حاجة. tear 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 يعني دمعة وجمعها tears، لكن tear فعل في الانجليش بمعنى يمزق. I will tear you to pieces، يعني انا همزقك او انا هقطعك قطع مثلا. I'll tear you to pieces. minute في الانجليش دقيقة، كلنا فاكرين معناها بس دقيقة، بس لو اتنطقت minute minute بيبقى معناها very small. خلينا نديك مثال، there is a minute amount of chemicals in this product. content 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 بمعنى محتوى. مثال، what is the content of this course، لكن content بمعنى satisfied او راضي. مثال، I was content with the service، انا كنت راضي عن الخدمة. I was content، بنضغط على المقطع الثاني، with the service، يبقى content content. desert كلنا فاكرين معناها الصحراء، لكن لو قلناها desert بيبقى فعل بمعنى يهجر، زي مثلا she deserted me، هي هجرتني او هي سابتني. lead led lead بمعنى يقود. for example I'll lead you through the right way، I'll lead you through the right way، لكن لما بتتنطق lead بتبقى بمعنى مادة الرصاص. for example this pipe is made of lead. polish 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 فعل بمعنى يلمع، مثلا لمع الجزمة، polish your shoe polish، لكن لو قلنا polish بتبقى بمعنى بولندي او اللغة البولندية. she's polish she's from Poland. okay اغلبنا عارف ان الكلمة دي بمعنى refuse يعني يطرد، لكن ليها يرفض، انا اسف، لكن ليها نطق تاني بمعنى refuse 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 بمعنى garbage or waste. I'll give you an example. Refuse is important in the recycling industry. الكلمة ديت ممكن تتنطق wind، واغلبنا عارف كده بمعنى رياح، او wind. wind there is a strong wind today، يعني في رياح قوية النهاردة، لكن لما تتنطق wind بيبقى معناها انك تلف حاجة حوالين حاجة. for example the doctor started to wind the bandage around my finger. if you learned something from the video، لو تعلمت حاجة من الفيديو ده، please share and like. thank you.